إذا كنت تخطط للبدء في صناعة فيديوهات لليوتيوب أو حتى الأفلام القصيرة، هناك بعض برامج المونتاج المجانية التي قد تساعدك في إنتاج فيديوهات ذات جودة عالية. في هذه اللائحة سوف أقوم بالعد التنازلي لأفضل 5 برامج مونتاج مجانية لسنة 2019 متواجدة حاليا على ويندوز، ماك ولينكس. كل هذه البرامج مجانية 100% بدون أي تقييد زمني، وتحتوي على عدة ميزات تجعل منها برامج احترافية. ولأن لكل شخص له احتياجات ومتطلبات خاصة به، سوف أقوم بتعديد الإيجابيات والسلبيات لأساعدكم على اختيار أفضل برنامج. قادم على Best Pro DZ. في المرتبة الخامسة يأتي برنامج Lightworks. هذا البرنامج تم استخدامه في مونتاج عدة أفلام عالمية في هوليوود، من أشهرها The Wolf of Wall Street و Pulp Fiction و Mission Impossible، ويمكنكم تحميله بالمجان لكنه يحتوي على نسخة مدفوعة أيضا. وعن نفسي شخصيا قمت بالعمل بهذا البرنامج في بدايتي كمصمم للفيديوهات، وما زلت أستعين به في بعض مراحل مونتاج الفيديو، وهو من أفضل برامج المونتاج التي قمت بالعمل بها وأحبه كثيرا لسهولة استخدامه. كل ما عليكم هو رؤية بعض الدروس لكيفية عمل هذا البرنامج المتواجدة على اليوتيوب، وهي كثيرة جدا. بعدها يمكنكم تصميم فيديوهات رائعة، وأنصح به المبتدئين خاصة لبساطة استخدامه، كما يحتوي على كل الأدوات اللازمة وأكثر في النسخة المجانية. وهذا البرنامج يمكنكم من حفظ الفيديوهات الخاصة بكم حتى 720p أي الـ HD كأقصى جودة في النسخة المجانية، مما جعلني أضعه في المرتبة الخامسة مقارنة ببعض البرامج الأخرى التي تسمح لك بحفظ الفيديو حتى 1080p أو الفول HD. وهذا البرنامج متواجد على ويندوز، ماك ولينكس أيضا. في المرتبة الرابعة يأتي برنامج OpenShot. هذا البرنامج قد تم تصميمه بعناية شديدة ليتناسب مع جميع المستخدمين سواء المبتدئين والمحترفين، فهو يتميز ببساطة وسهولة الاستخدام، كما يحتوي على لائحة من المميزات الغير موجودة في كافة برامج مونتاج المجانية، أهمها تأثيرات عديدة للفيديو وتأثيرات للنصوص و 3D Animation وغيرها الكثير، كما يمكنكم من حفظ الفيديو حتى الفول HD أي 1080p. فهذا البرنامج ببساطة رائع. الشيء الوحيد الذي قد يعيب هذا البرنامج، أو بالأحرى سيزعجك فقط قليلا، هو أنه يتوقف عن العمل لبضع ثواني، لكن التحديث أو الأبديت يأتي في فترات كثيرة، فهو يتحسن يوم بعد يوم وقد يصبح أفضل برنامج مونتاج في المستقبل. كما أن البرنامج متواجد على ويندوز، ماك ولينكس أيضا. في المرتبة الثالثة يأتي برنامج شوتكات. وكبرنامج OpenShot، شوتكات هو برنامج مجاني، وهو يحتوي على لائحة كبيرة من المميزات، كما أن هذا البرنامج اكتسب شهرة كبيرة عند صناع الفيديوهات في اليوتيوب، فهو سهل الاستعمال كما يدعم العديد من صيغ الفيديو والصوت والتأثيرات البصرية وتصحيح الألوان وأشياء كثيرة أخرى. والشيء الأهم من هذا كله أنه يمكنكم من حفظ الفيديوهات الخاصة بكم حتى 4K أي 2160p. هذا البرنامج أكثر من رائع، أنصح به كل المبتدئين والمحترفين خارج مجال التأطير أو الكي فريمينج. شوتكات متاح على الويندوز، ماك ولينكس أيضا. في المرتبة الثانية هناك برنامج هيت فيلم إكسبرس في النسخة المجانية، وهيت فيلم برو وهي النسخة المدفوعة، وقد وصل مستخدمو هذا البرنامج إلى ما يقارب 4 ملايين مستخدم، فهو من أقوى برامج المونتاج الموجودة حاليا، فحتى النسخة المجانية لا تنقص كثيرا عن النسخة المدفوعة إلا بعض التأثيرات البسيطة، كما يختلف عن غيره من برامج المونتاج بلائحة من المميزات تجعل منه برنامج متوحش، منها أكثر من 410 تأثيرات للفيديو والصوت، 2D و3D Animations، أفضل برنامج للتأطير أو الكي فريمينج، مما يتيح لك صناعة تأثيرات وأنيميشنز خاصة بك باحترافية، وأمور كثيرة وعديدة. وقد قمت بوضعه في المرتبة الثانية عوض الأولى لسبب واحد، بحكم متطلبات الهاردوير الذي يجب أن يحتويها الحاسوب الخاص بك، لذا احرصوا على أن يكون الحاسوب الخاص بكم يطابق لهذه المواصفات أو أعلى قبل تحميله.
كما يمكنكم من حفظ الفيديوهات الخاصة بكم حتى جودة 1080p أي الفول HD في النسخة المجانية أو الأبديت إلى 4K بدفع 10 دولارات فقط. هيد فيلم متاح على الماك والويندوز. في المرتبة الأولى دافينشي ريزولف. هذا البرنامج تم تأسيسه في سنة 2004 وقد تم تحسينه مع الوقت حتى أصبح من أفضل برامج المونتاج، وكغيره يحتوي على نسختين المدفوعة والمجانية، وهو في منافسة شرسة مع برنامج هيد فيلم، فهو يحتوي على مميزات طويلة وعريضة تؤهله ليكون كذلك. من أهم مميزاته تأثيرات احترافية للفيديو وصوت Text Animations، فرع خاص للفيوجن والتأطير أو الكي فريمينج، كما احتل المرتبة الأولى في تصحيح الألوان أو الكالر كوريكشن مقارنة ببرامج المونتاج الأخرى حتى المدفوعة منها كالدوبي بريمير مثلا وغيرهم، وكل هذا في النسخة المجانية. كما يمكنكم من حفظ الفيديوهات حتى 4K. دافينشي ريزولف متاح على ويندوز ماك ولينكس أيضا. متابعينا الكرام، شكرا على المشاهدة، وتجدون كل الروابط أسفل هذا الفيديو. نصيحتي لكم، قوموا باختيار برنامج مونتاج، قوموا بتجربته أسبوع أو اثنين، إن أعجبكم شاركوه في التعليقات ليستفيد غيركم أو في السوشيال ميديا، وإن كنتم مشتركين اضغطوا على زر التنبيهات حتى لا يفوتكم أي جديد، ولا تنسوا دعمنا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.